انا لقيت نفسي ان انا كنت بكتب بكتب للكبار او للاطفال. ما كانش حد بيفكر في المساله دي. انا لقيت نفسي في سنه 9 سنين في فصل سنه ثالثه ابتدائي بكتب شيء قلت عليه الاستاذ انه روايه، وبدل ما يقطع الكتاب القراص ويرميه قال لي طب اقرا منها شويه. وقفت قريت فقره، يعني دي وقعه اذكرها جيدا جدا. واللي بتكتب ايه؟ كان في حصه من حصصه ولقاني مشغول قوي، ففاجئني بيقول لي بتكتب ايه؟ يعني هو حب ايه انه يهزقني يعني كده باختصار. قال لي طب وقف في وسط الفصل كده اقرا حاجه من اللي انت بتكتبه ده. فبعد ان قرات فقره كامله بدل ما يغضب او بتعرف مطبطب على كتفي كده قال لي اقعد يا ابني ربنا يفتح عليك كمل روايتك. قاعد يعلم ولاد عمرهم 9 و10 سنين قواعد لغه عربيه، يلاقي تلميذ بيكتب روايه. يعني طبعا يعني عشان كده بقول دي اكبر من اكبر اهم اولى جوائزي اللي اخذتها الاستاذ عبد الحق التشجيع الله يرحمه. بتاع ده شيء كويس. ده معناها ايه؟ ان انا كنت بكتب بغير ما افكر هل دي روايه للكبار ولا للاطفال. انا اكتب روايه. طبعا هي كان مشروعها النهارده بتذكر مشروعها كان طفل وطفله راحوا بنوا مدينه جديده في الصحراء عشان يبنوها بعيدا عن كل ما هو المدن مصابة به من الزحمة والتلوث والتضارب، إنهم راحوا يبنوا مدينة فاضلة في الصحراء. جت منين فكرة مدينة فاضلة؟ أنا طبعا كنت أقرأ كثيرا من الأشياء، ولابد أن الفكرة دي جت لي يمكن كنت قريت زي أحلام يقظة أقول لك لا يمكن كنت قريت العاصفة مش المصر النص الأصلي، إنما قصة العاصفة بتاعت شكسبير بتاع ولد وبنت راحوا عاشوا في جزيرة لوحدهم. وواضح إن دي عجبتني جدا، بحيث إن أنا قلت بقى إحنا مش عايشين هنا في بلد فيه جزر من فيه صحراء، فإن ولد وبنت راحوا عملوا مدينة فاضلة لأنفسهم. المفاجأة دي بقى دي البداية دي. إنما أنا في نفس الوقت بقى أنا كنت يعني أيام بدايتي في 1939 38 في ان انا بكتب روايه اللي ما سميته روايه، انا كنت مستمر بان انا اكتب اشياء. هذه الاشياء انا تبنت بعدين انها ما يسمى الان عليه ادب اطفال. انا ما كانش في ايدي يعني ما كنت بقول لك فكره ما هو للكبار ولا الاطفال، دي فكره كانت غريبه جدا حتى على المجتمع يعني. انما انا بتبنى اللي انا كتبته المسودات اللي بدات اكتبها من عمري 9 سنين الى ان نشرت سنه 59 تدخل الان في باب ادب الأطفال. إنما الحقيقة اللي كان شغلني جنب ده إن أنا كنت بكتب للمسرح. أنا كتبت للمسرح وأنا عمري 11 سنة، ودخلت فريق التمثيل أول ما دخلت في المرحلة الثانوية. إحنا كان عندنا ابتدائي 4 سنوات مش 6، ثم مرحلة ثانوية 4 سنوات، ثم سنة واحدة اسمها التوجيهية. كنا ندخل الجامعة نلتحق بالجامعة وبعد 9 سنوات دراسة وست سنوات بندخل 6 و9 15 سنة. أنا دخلت الجامعة عمري 15 سنة وبضعة طب كويس شهور. يعني بدأت الفترة بدأت دي بقى مسرح. أنا كنت مهتم بالمسرح جدا وكنت بقى أنا عندي في البيت مكتبة كاملة للمسرحيات ودراسات اللي كان مترجمها هدريني خشبة عن المسرح. أنا بدأت أقرأها وأنا في المرحلة الثانوية، وكنت رئيس فريق التمثيل في المدرسة الثانوية في الثانة الثالثة الثانوية. التالتة ثانوي دي النهاردة تساوي تانية إعدادي أو أولى إعدادي، اللي هي النهارده في نظامنا التعليمي زمان كانت 4 و3 تبقى 7 سنوات، اللي هتساوي النهارده سنه اولى حتى. طب اول إعدادي. اول مسرحيه كتبتها هي ابطال بلدنا صح؟ لا، ابطال بلدنا دي كتبتها سنه 59. هتبدا تدخل في ادب اطفال. صوره سريعه كده شكله ساعتها نقول عليه كتابه للطفل، انا مصر على انها كتابه مش ادب. كتابة للطفل. شكله ساعتها كتابة للطفل كان شكله لا ايه؟ يعني ما هطلع كتابة للطفل من باب الادب؟ لا ده الاول من الوان الادب طبعا يعني. بس ما كانش ينطبق عليه مفهوم الادب بمفهومه الصح، لانه في مآخذ كتير. هو الراجل يشكر انه بدأ، بس في طب محمود تيمور بدأ وفي ماشي ويذكر له ده وفي زمنه ده كويس. فاحنا عايزين نقول ساعتها كان الحال ايه لحد ما ننهي بالحال النهارده ايه؟ تمام. كان ايه ساعتها كده في عرض سريع الجو قبل ما تدخل؟ لا استطيع ان انكر. هنقول سنه كام مثلا بالتقريب كده؟ لا استطيع ان انكر. كان سنه كام؟ ان الرواد مثل كامل كيلاني بالذات هو الذي جعل من حق كتب الاطفال ان توضع على رفوف ده شيء ما بينكروش. انا فاهم فيعني لا شك انه عمل دور مهم جدا. هو صحيح اعتمد في افضل ما قرانا له اعتمد فيه على الترجمه. يعني عندما اعود الى حتى الف ليله وليله أهم رواياته اللي مأخوذة عن ألف ليلة وليلة لها أصول أجنبية.
ولكن ألف ليلة وليلة اللي هي العربية أيوة يعني هو إحنا ألف ليلة العربية ترجمت إلى لغات أجنبية وعيد صياغة قصص كثيرة منها إلى أو إنجليزية أو فرنسية. هو لما جاء يكتب عن ألف قصص مأخوذة من ألف ليلة لم يأخذها من النص العربي بل أخذها من الكتابات التي عيدت كتابتها للأطفال. طب ليه بقى سؤال؟ ليه؟ ده لازم نسأل ده. هو لأن الحقيقة هو كان ابتدى اهتمامه بأدب الأطفال إنه وجد إن أبنائه في المدرسة بيقروا كتب أطفال باللغة بالإنجليزية بالذات جيدة جدا بينما لا يوجد مثيل لها بين أيديهم. وده اللي نبهه إنه سأل نفسه طب ليه لماذا لا أكتب لأبنائي أبناء الحقيقيين أبناء الطبيعيين يعني كتب مثل هذه التي يستمتعوا بها باللغة الأجنبية. ليه عندك عملنا زي الخوارزمي اما خلناه لوغاريتمات وكلمه لوغاريتمات يعني خوارزمي. ايوه ليه برضو عامل كده؟ ليه نقل من الاجنبي مش من الاصل العربي؟ انا هقول فكامل كيلاني يعني بدا بانه مبهور بكتب الاطفال الاجنبيه. هو بيحكي في سيرته انه هو صغير حاول انه يكتب سيره زي سيره ابو زيد الهلالي فكان دي بداية لأنه كان يستمر بعد كده في أنه يأخذ من الأصول العربية لأنه هو بيحكي وهو صغير قوي عمره 15 سنة وراح للناشر فالناشر حتى يعني كان هو كامل كده كان قصير فاقتحمه يعني كان مبسوط قوي من العمل لما شافه رفض ينشر العمل لأنه جاي عن صبي صغير يعني صغاره. إنما هو لأنه وجد أن الحياة اللغة العربية محتاجة بسرعة إلى نصوص كثيرة فأنا متهيألي أنه كان مستعجل شوي يعني أراد أن يسد نقص فكان سد النقص ده أنه الجاهز في الأجنبي ينقله إلى العربي متعالج معموله معالجة وتصور أنه ممكن أن يعمل يعني يقدم إضافة إلى المجتمع العربي مش إلى اللغة العربية إضافة بأنه أضاف كثيرا من النصائح والتوجيهات المباشرة في روايته حتى لو تناقض هذا مع القيمة الحقيقية للفن القصصي. نمرة اثنين هو تصور أو أراد أن يوهم القارئ أن الكتب اللي بيعملها دي وسيلة لترقية اللغة العربية عند الأطفال. وضن الهدفين دول اللي عملهم كامل كيلاني وأنا رأيي أن دول كانوا أحد أهم أسباب نجاحه مع مجتمع لا يعترف بأدب الأطفال اللي هو بيقول أنا بستخدم القصة للتربية وبستخدم القصة لتنمية القدرات اللغوية عند الأطفال ودول عنصرين النهاردة يقضوا على أي عمل أدبي يقدم للطفل يعني أي مسابقة ده اللي أقصده بقى أي مسابقة عالمية كان شكل يكتشف للطفل ساعتها بقى أي عمل يكتبه شخص يقول لك أنا بهدف للتربية أو بهدف للغة يتم إخراجه تماما من مجال أدب الأطفال. أنا رأيي إن هو قد يكون مختارا أو مضطرا يعني إنما أنا في تصوري إنه وجد إن هذه الوسيلة لكي يقنع المجتمع بجدوى كتب الأطفال. كان مجتمع بينظر إلى الكتابة نظرة نفعية جدا يعني هيستفيد منها إيه؟ كلمة فكرة تنمي التذوق دي سنة 27 ما كانش على بال حد كلمة أنت بتدي نص عشان تنمي التذوق ده شعبية الكلام ده ما كانش إيه يعني كان غريب على المجتمع فهو اضطر يقول لك ده كتب كامل كيلاني قصة علي بابا عشان يقول الطفل اللي بيحصى أبوه بيجيله ربنا بيعاقبه في حين القصة ما عاقبتش علاء الدين. قصة بتحكي انه لقى مصباح لقى بيكنز الدنيا كلها انه هو بعد ما الساحر سابه مسجون في الكهف لما قال له الدين المصباح فعلاء الدين رفض فقفل عليه الكنز وسابه في العتمة كامل كلام تزد فرصة وقال لك اهو ده ربنا جزاه علشان عقوقه لأبوه وأمه علشان ما بيسمحش كلامهم عشان مش عاوز يترب. الصفحة اللي بعدها لقى المصباح وطلع له الجن يقول لك كل كنوز العالم في ايديك يعني انا بديك نموذج منطق القصة ما يقولش ما يسمحش بنا نقول انه لما تركه داخل الكنز ان ده كان عقاب من ربنا بالعكس ده كان وسيلته الى الثروة وسيلته الى الحصول على المصباح وسيلته الى يستخدم خادم المصباح بلاقيه كاتب صفحة كاملة يقول لك اهو ربنا جزاه علشان عصى ابوه وامه يعني يبقى حتى المضمون اللي هو بيقحم بالعمل كان ناشف بالظبط. فهو يعني من جانب نقل ادب الاطفال من الحكايات الشفويه تحكيها الامهات او الجدات للاحفاد الى كتب توضع على الرفوف ولكنه للاسف انا بقول ده ليه؟ لان حتى الان هناك من يسير على ضرب كامل كيلاني يكثر جدا من
النصائح والتوجيهات، متصورا ان هدف العمل الادبي للاطفال هو التربيه، وهذا غير صحيح. الخلفيه التربيه دي التربويه لابد ان تكون موجوده طبعا، انما ان تكون هي هدف من يكتب الاطفال، هذا يقضي فعلا على الهدف الادبي. هو الجيل نفسه الجديد يرفض، او اجد مثلا كاتب تاني عاد يشرح لي كلمات في النص، يجيب لي كلمات غريبة عشان يقعد يشرحها بين قوسين أو يشرحها في الهامش مثلا، أو يملأ الكتاب باستشهادات سواء من الشعر أو الأقوال المأثورة. كل هذا يفسد العمل الأدبي، يفسد تذوق العمل الأدبي. وأنا بأكد على ذا كتير لأستاذي ومن جعلني أشعر أن أدب الأطفال ده شيء هام جدا، كان كامل كلاني. لكن أن يستمر بعض الكتاب حتى الآن 2017 في أن يعني يفعلوا نفس ما فعله كامل كلاني بعدما أصبح أدب الأطفال ده فن عظيم وتعطى لي أكبر الجوائز ودور النشر بتنفق عليه الملايين، هو دي المسألة اللي احنا لازم نتطور مع الزمن. هما مش بالزبط. بعدين أنا ما كنتش قريت أيامها لسه عطيل بتاعة شكسبير، أنه القائد بتاع الأمير شككوا في سيرة زوجته، فقال للواحد روح اقتلها في الغابة، فشف عليها وسابها، ثم اكتشف براءتها. وكانت فكرة الفكرة ان المسرح برضو يقدم قيمة تربوية. كانت دي يمكن اول المسرحيات اللي كتبتها، كانت مأخوذة عن قصة شعبية مش مكتوبة طبعا، انما ومثلتها واخرجتها، وكانت من انجح الحاجات اللي انا عملتها. طب البدايات بقى، دي اذكر من مرحلة الاحتراف بقى في ادب الاطفال. وكنت بعمل كتير قوي حفلات خيرية للجمعيات، كان الجمعيات الخيرية معفية من الضرائب عن حفلتين تعملها في السنة تبقى وسيلة للإيرادات، فكانوا كنت اسمي معروف قوي، فكنت أنا باجي مجموعة كونت مجموعة من الأصدقاء، كنت بختار النص، كنت بقوم بإخراج النص ونقيم به حفلات للجمعيات الخيرية، وكانت حفلات ناجحة. يعني النهاردة ما أقول هل كنت ناجح ولا لا، أمال كانت الجمعيات بتدعوك ليه انك يعني تقيم لها هذه الحفلات. وفعلا المجموعه بتاعتي انا والمجموعه بتاعتي كان فعلا لنا اصبح لنا اسم جيد جدا في محيط العمل التطوعي او العمل الخيري، بدليل ان كنا في السنه نقدم مثلا 5 أو 6 عروض خصوصا في فتره العطله. دي تعتبر اول حاجه صح؟ انما انا كنت بكتب ما لم اعرف هو للاطفال او للكبار، وفي نفس الوقت اكتب مسرح لكي أقدمه على. بس على فكرة يمشي الأطفال، يعني مثلا أبطال بلدنا دي تمشي الأطفال عادي، تمشي عادي. بس يعني أنا عاوز أقول إن أنا الـ 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 أنا نشرت وادي الكنوز، وادي الكنوز وثلاث قصص هم في قصص دي أول ما نشر لك، أول ما نشر كنت ساعتها قاضي لسه طبعا، كنت ناس أنا قاضي من سنة 53 فدي سنة نشرت سنة 60 مكتوب قصص النشء الحديث، دي كانت فرع من دار المعارف، كان قسم خاص بالتوزيع في دار المعارف، كانوا مسمينها سنة 60 كانوا مسمينها مؤسسة المطبوعات الحديث. دي كانت يعني دار المعارف قسمت نفسها نصين، نص للنشر ونص للتوزيع. طب فنيا بقى، فنيا فنيا لما نمسك عمل زي ده كبداية، ما لا ما كانش تأليف، كان إعادة صياغة من مشكلة، أتكلم عن الفن كفن. فنيا يفرق عن ما كان ينشر قبل أن تكتب الأطفال في إيه؟ لا أنا ما كنتش نشرت قبل كده، لا يعني أيام كيلاني وغيره. طبعا أنا ما أعرفش إزاي، يعني نقدر نقول أنا تجنبت خطوة؟ أنا تجنبت تماما أن تكون القصة وسيلة للتربية. أنا حبيت أعمل قصة شيقة ولكن في نفس الوقت بتقدم قيمة عظيمة جدا، إنما لم ألجأ فيها إلى عبارة واحدة مباشرة. كويس. نمرة 2، عمري ما لجأت في أي كتاب حتى من بداية كتبي إن أنا أعتبر هذه الكتب وسيلة لتعليم اللغة. حلو. ما دول التطورين مهمين جدا منذ بدأت أنشر، حطيت أمامي هناك فرق كبير بين عمل أدبي مشوق للأطفال وبين عمل نكتبه لكي نرقي اللغة، مش لا جايزة أولى ولا مسرحية كتبتها ولا حاجة أبدا. رئيس الجمهورية بيقدمني على نفسه عشان أتكلم قدام الميكروفونات اللي العالم العربي قاعد مستني عبد الناصر هيقول إيه النهاردة. خصوصا إن اليوم ده حصل فيه حاجة غريبة قوي، كان فيه باخرة مصرية اسمها كليوباترا، كان فيها شحنة بترول مصري راحها أمريكا، ونتيجة الصهيونية العالمية حاولوا يخلوا عمال الميناء يمتنعوا عن تفريق السفينة، إنما العالم اللي كان مع عبد الناصر ضغط، وفي اليوم الصبح في اليوم تم تفريغ السفينة.
في اليوم ده. فانا قلت انا خليت كلمتي بتركز ان هذا الانتصار اللي حصل سنه 1250 حصل زيه النهارده الصبح. انا اقول كده والناس هات تسقيف يعني.